بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في مسائل متعلقة بالنذر. قال المؤلف عفى الله عنه: مسألة من نذر بشيء ثم فعل أحسن منه، هل يسقط عنه النذر أو لا بد أن يأتي بذلك الشيء؟ مثلا نذر أن يخرج ماله في إطعام المساكين فأخرج أكثر من ذلك فأوقف مزرعته للمساكين. الجواب: الفاضل يجزو عن المفضول إذا كان من جنسه، يضاف إذا كان من جنسه، يعني صدقة عن صدقة، صلاة عن صلاة، إذا كان من جنسه. الجواب: الفاضل يجزو عن المفضول إذا كان من جنسه، لحديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال: صلها هنا، أي في المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في بيت المقدس. ثم أعاد عليه فقال: صلها هنا، أي في المسجد الحرام. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن، يعني له أن يذهب، لكن كان يجزئه عن الذهاب أن يصلي في المسجد الحرام. إذا من نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى أو في المسجد النبوي يجزئه أن يصلي عنها ركعتين في المسجد الحرام. ومن نذر أن يشد الرحلة لزيارة المسجد النبوي أجزأه أن يشد الرحلة لزيارة المسجد الحرام، لأنه أعظم أجرا ويكون من نفس الجنس. لو نذر أن يذبح لله كبشا ثم بدا له أن يجعله ثورا، هل يجزئه الثور عن الكبش أم يجزئه؟ لأنه أفضل من نفس الجنس. مسألة: هل لابد من أن ينوي بفعله ذلك الوفاء بالنذر؟ الجواب: نعم، ينوي بفعله ذلك الوفاء بالنذر. أما إذا لم ينوي فلا يجزئه، بل حتى لو فعل نفس الفعل، لو قال: لله علي أن أطوف طوافا سبعة أشواط في البيت الحرام، ثم ذهب وهو ناس لنذره فطاف تطوعا، فلا يجزئه لأنه طاف بنية التطوع ولم يطف بنية النذر. كتاب الأطعمة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو. قال الشارح عفى الله عنه: مسألة ما يحرم من الأطعمة. قوله: الأصل في كل شيء الحل ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، المعنى أن الأصل في الأشياء المطعومات والمشروبات أنها حلال، إلا إذا جاء الدليل على تحريمه. فلو وجدت نباتا ما عهدته من قبل، أو وجدت فاكهة ما عهدتها من قبل، فهي حلال لك على الأصل ما لم يظهر فيها وصف محرم، كأن تكون مسكرة أو مخدرة أو مضرة أو فيها سموم أو تضر بالجسم أو ما أشبه ذلك. ومن القواعد الفقهية المشهورة: الأصل في الأشياء الحل، الأشياء المنتفع بها، الأصل في الأشياء المنتفع بها. قد تقدم الكلام عليها في أوائل الدروس، أول الجامع الصحيح.
ودليل ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا يدل على أن الأصل الحل. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقوله: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقوله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله. قوله: وما سكت عنه فهو عفو، أي ما سكت عنه فهو على الأصل حله، فهو على الأصل حله. مسألة: المحرمات من الأطعمة في كتاب الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فيحرم ما في الكتاب العزيز. قال الشارح: عفى الله عنه ما جاء تحريمه في كتاب الله فهو حرام، وما جاء تحريمه أيضا في السنة فهو حرام. وقد أشار بهذه اللفظة إلى آيات متعددة، منها آية المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فهذه محرمات. وأيضا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وآية المائدة أعم من آية الأنعام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.